الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من هو الراسخ في العلم؟ الراسخ في العلم من وجد في علمه أربع أشياء، من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين خلق الله، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. هذا هو الراسخ في العلم. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.